جميل الطلة بهي الملامح، الشمعة المتقدة التي أضاءت عدداً من الدروب الحياتية، بصمته في كل مكان، على مقاعد الدراسة وفي السجلات المصرفية وأعلى سلم نجاحات المستثمرين، هو الراحل الكبير الدكتور أحمد مفلح الحوراني. وفاء لذكرى الوالد الله يرحمه مؤسس الجامعة، شخصية عظيمة، إنجازات عظيمة، أدى رسالته على أكمل وجه، وكان الحقيقة نعم الرجل الصالح اللي ساعد مجتمعه، ساعد أبنائه، ساعد عائلته الصغيرة والكبيرة، وعمل إنجازات في حياته يعجز عنها الكثير، خصوصا في ظل الإمكانيات القليلة اللي كانت موفرة عنده، وهو رجل عصامي بدأ من الصفر، وبالتالي يعني أقل ما يمكن نعمله إياه نعمله ذكرى التأبين، نتذكره، روحه معنا، نشعر إنه هو يعني سوف يبقى معنا إلى الأبد بذكرى العطرة، وندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. هاي أهم إشي، صح؟ في نفس الوقت المعارف الدكتور كثيرة ومنتشرة على الصعيد الرسمي والشعبي كما تعلمين، شايفة كل هؤلاء الناس لما بيجوا، شفت كيف بهذا المكان الحلو الجميل مع نبذة من أصحابه اللي لازموه طول هاي الفترة، فيعني بيتذكروا المرحوم وإنجازات المرحوم. فالرثاء لشاعر. فعلى خشبة هذا المسرح صعد محبوه وتغنوا به من خلال إلقاء قصائد وصفت جزءاً كبيراً من حياة الحوراني ضمن فعاليات حفل تأبين مهيب له. وتهلل الأهلون والأصحاب ونطقت بالقول الرشيد مخاطباً، حشد الجموع فكلهم إعجاب، تسمو إلى الملأ الأعلى مسافراً، تشتاق ربك ثمة الترحاب، وتظل ذكراك العزيزة أنجما نرنو إليها والنجوم الأحمد، بذلت حياتك لرضا الله والضمير بكفاح مر وما عرفت الكلم، قضيت حياتك ما عرفت غير الوفا والرحمة والغفران حتى للعدم، يا أحمد وللآباء ريادة يختار بين حدائق وجنان، لك من محب أنت تعرف صدقه، آيات ود ودعاء مدى الأزمان. العين بعدك لم يجف نزيفها، العين بعدك لم يجف نزيفها، إن العيون على الغوالي تذرف، لك كل فضل سوف تجزى خيره، ولك الجنان العاليات تزخرف. سأظل أكتب عنك ما طال المدى لأدرس الأجيال من هو أحمد. كصديق أنا كنت من بعتبر حالي من أعز أصدقائه، كنت ألتقي فيه كل يوم، كنت أكثر شخص معروف عني إنه أنا بضحك معي، بنبسط معي، ابتسامته ما بت يعني مهما يكون زعلان إذا جيت أنا لازم يضحك، بقدر دائما أخفف عنه يعني. والنسب يعني آخر ثقته فيه إنه أعطاني بنته أتمنى عليها يعني. نشأت بيننا الصداقة عميقة جدا إلى يوم توفاه الله رحمه الله، وسيبقى رسم وسيبقى صورة أحمد الحوراني في نفسي وفي مخيلتي ما حييت. الرجل الشهم الكريم اللي بيحب الخير، يعني قد تكون هنالك صفة عند أحمد الحوراني ليست موجودة عند أصحاب رأس المال، وهو أن أحمد الحوراني لم يسمح بالمال أن يسيطر على العلم.
الحوراني ولد في 27 كانون الثاني عام 1942 في باقة شرقية قضاء طول كرم فلسطين. أنهى تعليمه الجامعي في دمشق بحصوله على شهادتي بكالوريوس في 4 سنوات في تخصصي التاريخ والحقوق، وعمل كمدرس تاريخ. وكان كأي مستثمر طموح تطلع إلى التنويع في استثماره، فعمل في مجالي التعليم والصناعة، وكرس جهده في الرقي بهذه القطاعات، خاصة أنها تعد جزءاً أساسياً ومهماً في حياة الفرد والمجتمع. يا صانع المعالي، يا غالي مثل تراب فلسطين، يا توأم الروح، توأمة طول كرم لجنين، بأبي أنت وأمي عليك السلام. ألا أبو حمدة، رؤيا.